الحرية مسؤولية، شعار اتخذه الصحفيون خلال مسير عملهم ومسؤولياتهم أيضا، بدءا من الصحافة الورقية يلي كان إلى وقع خاص وصدى خاص أيضا عند قراء، وصولا إلى سنوات الحرب الإرهابية على سوريا، بحيث كان لقلم الصحفي وقع كالرصاصة بوجه العدو، وصولا إلى بر الأمان اللي عم ننعم فيه اليوم. وكتير كتير من الأدوار ما زالت بتنتظر كل صحفي وكل صاحب قلم وكلمة أيضا. أكيد عفاف، وبمناسبة عيد الصحافة السورية يلي بيصادف مثل اليوم وهو 15 آب كل عام، بيكون لنا محطة خاصة نضيء فيها ونسلط الضوء على الصحافة السورية، أين أصبحت، ما هي المعوقات والتحديات أمام الصحفي السوري اليوم، وغيرها من التفاصيل اللي رح نناقشها اليوم ضمن فقرتنا الخاصة. وبصرنا نرحب بضيفنا اليوم أمين سر اتحاد الصحفيين في سوريا الأستاذ يونس خلف. صباح الخير أستاذ يونس، كل عام وأنت بخير، ونحن والصحفيين بسوريا كلهم بألف خير. صباح الخير لكم ولكل الزملاء في الأخبارية ولكل الزملاء الصحفيين في سوريا، صباح الخير. صباح الخير أستاذ يونس، خلينا بالبداية نبدأ بهذا اليوم 15 آب يلي هو عيد الصحافة السورية، خلينا نحكي عن أهمية هيك يوم عند الصحفي وشو بيحمل كمان من معاني. نعم، الحقيقة أولا مرة ثانية كل عام وكل الزملاء الصحفيين في سوريا بخير بمناسبة عيد الصحافة كمان. واليوم هو العيد الذهبي، مرور 50 عاماً على تأسيس اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية، وبهذه المناسبة يعني لابد من توجيه التحية والإجلال لشهداء الإعلام في من الأخبارية ومن كل وسائل الإعلام السورية الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري وكانوا في خندق واحد لمواجهة الحرب العدوانية الظالمة على سوريا. أيضا تحية لكل الزملاء الصحفيين في عيدهم وهم مستمرون في عملهم، وكما تعلمون الحروب التي يخوضها الصحفي لا تقتصر على محاربة الإرهاب وعلى مواجهة الإمبراطوريات الإعلام التي تستهدف سوريا، وإنما هناك حروب كثيرة يخوضها الصحفي، ومنها محاربة الفساد، ومنها أن يكون الصحفي هو نبض المواطن، ينقل صوته وصورته إلى المعنيين فيما يتعلق بالشؤون الداخلية. طبعا بالنسبة لعيد الصحافة تقرر أن يكون عيد الصحافة والصحفيين في سوريا في 15 من آب في كل عام، عندما عقد المؤتمر العام الرابع لاتحاد الصحفيين في 15 آب عام 2006. آنذاك حضر، رأى هذا المؤتمر وحضره السيد الرئيس بشار الأسد، وتزامن حضوره لهذا المؤتمر مع انتصارات المقاومة في جنوب لبنان، فترك هذا الحضور أثراً وأكد مكانة مهنة الصحافة والصحفيين، فاعتمد هذا التاريخ عيدا للصحفيين. واليوم في العيد الذهبي بعد مرور 50 عام على تأسيس اتحاد الصحفيين السوريين، أيضا كما تعلمون في الاحتفال الذي أقيم في مكتبة الأسد وتم تكريم كوكبة من الزملاء المتقاعدين من الرواد تقديراً لجهودهم وخبراتهم وما قدموه خلال عمرهم المهني، وإن شاء الله سيكون هذا التكريم مستمراً طيلة هذا العام كي يشمل كل المتقاعدين الرواد. أكيد لفتة مهمة جداً قام فيها اتحاد الصحفيين بتكريم رواد الصحافة بسوريا. خلينا كمان نتحدث اليوم عن دور الصحافة وبالأخص نخص الصحافة المكتوبة وأثرها ودورها خلال سنوات طويلة من العمل في سوريا. نعم، هو حقيقة بالنسبة للصحفي السوري يعني لم يكن يوماً إلا مع قضايا وطنه وقريباً من المواطن، وكما قلنا المعارك التي يخوضها معارك متعددة ومختلفة الأشكال، وكل هذه المعارك محفوفة بالمخاطر، سواء الحروب أو الاستهداف الشخصي للصحفيين، وهذا ما تجلى في
الحرب العدوانية على سوريا، وحتى في الحرب ضد الفساد هناك يعني الأمر محفوف بالمخاطر. ولذلك نحن يعني بالنسبة لدور الصحفي كما تفضلتي، نحن في الاتحاد يعني السعي الدائم والهاجس هو أن تتوفر البيئة التشريعية والقانونية للصحفي كي تحميه من هذه المخاطر. الصحفي السوري كان له دور كبير سواء قبل سنوات الحرب، خلال سنوات الحرب، والآن دوره توعوي، دوره تثقيف، دوره الإسهام في تمتين الوحدة الوطنية، دوره أن يكون قريب وكما قال السيد الرئيس جسر بين المواطن والمسؤول، وينقل ويجسد نبض المواطن. وهناك خبرات إعلامية سورية كما يعلم الجميع هي التي أسست كثير من وسائل الإعلام والصحف والقنوات العربية. كثير من الخبرات الإعلامية اليوم هي التي تقود العمل الإعلامي في كثير من الأماكن. طبعا القاعدة الذهبية والبوصلة التي يعمل بها الصحفي السوري هي المصلحة العامة، هي أن يكون الهدف الأساسي، وعندما يكتب، عندما يسلط الضوء على قضية معينة يسلط الضوء عليها كي تتوضح وكي تلقى طريقها إلى المعالجة. وبالتالي الهدف الأساسي هو البناء وليس الهدم، هو الإضاءة وليس الحرق. هذه هي كلمة وكاميرا وقلم الصحفي السوري. الحقيقة يعني كما نعلم جميعا الصحفي السوري اليوم يعاني من، وربما سأتحدث في سياق هذا اللقاء القصير في مسألة التحديات التي واجهها الصحفي السوري، لكن الصحفي السوري خلال سنوات الحرب ورغم كل هذا الاستهداف ورغم المعاناة ورغم الظروف المعيشية للصحفي السوري كما هي للمواطن السوري، لكن الصحفي السوري يعاني أكثر، لأن الصحفي السوري لا يستطيع أن يعمل إلا في الصحافة. ربما أي مواطن يستطيع أن يعمل في مجالات أخرى كي يسهم في أو يعمل على تحسين وضعه المعيشي. لذلك هاجسنا وطلبنا وسعينا دائما في الاتحاد أن يتم تحسين وضع الصحفي السوري. أستاذ يونس، قبل ما ننتقل مع حضرتك للتحديات والصعوبات يلي أكيد واجهها كل صحفي وكل صاحب قلم وكلمة، اليوم عم نشوف في غياب للصحافة الورقية أثر يمكن على أصحاب القلم، على القراء يلي بيصحوا دائما متعودين كنا نشوف الجرائد جريدة البعث والثورة، ومتعودين نحن على الصحافة الورقية. نعم. نشوف الأخبار المتداولة عن طريق الورق. اليوم كيف أثر غياب الصحافة على القراء وبين الناس؟ نعم، الحقيقة هو يعني كما تفضلتي وسألتي كل صحفي اليوم هناك حنين إلى الصحافة الورقية، ورغم غيابها نحن عندنا قناعة أن الصحافة الورقية حية لا تموت. تمام. لأن الصحافة الورقية يعني تتوفر فيها الكثير من السمات من حيث التأثير. يعني الصحافة الورقية هي التي قادرة على أن تقود الرأي العام أكثر من غيرها، متوازنة، الكلمة المكتوبة تختلف. غابت الصحافة الورقية لظروف معينة، يعني ربما عزل بعض الأمر إلى كورونا وإلى الظروف الاقتصادية وإلى آخره، لكن الحقيقة أن هناك ثمة أسباب أخرى ربما تجاوزت هذا المبرر، وهي ثورة التكنولوجيا التي سيطرت على العالم كله والتي خلقت هذه الفوضى. ولا يمكن في قناعتنا أن يضعف دور الصحافة الورقية مهما تطورت هذه التكنولوجيا. لذلك دائما يحكمنا الحنين إلى هذه الصحافة الورقية، شكلها، رائحتها، ملمسها. يعني ما أجمل أن يأتي الصحفي إلى مكتبه كل يوم ويرى مع فنجان القهوة يرى هذه الصحف على طاولته. لازلنا لا ننسى هذه، أكيد أكيد، لكل محبين الذكريات الجميلة. هي متوافقة أعتقد مع الطبيعة البشرية والإنسانية أكثر من
وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الميزات الأخرى. يعني هي بالنسبة للصحافة الورقية وثيقة لا تندثر، يعني نحن طيلة عمرنا الإعلامي كنا حتى المقالات التي نكتبها نقص المقالة ونؤرشفها في سجل خاص، ولا زال بعضنا يحتفظ بهذا السجل. هذا الورق الجريدة تحول الآن إلى اللون الأصفر، ولازلنا نحتفظ به ونشم رائحته. الحنين إلى الصحافة الورقية لا ينتهي، لأنها يعني الحقيقة منذ أن توقفنا عن قراءة الصحف حتى الثقافة، ثقافة المواطن، ثقافة الصحافة انخفض منسوبها إلى حد كبير. فلذلك هذه هي بعض سمات الصحافة الورقية، ودائما الحنين موجود لها باستمرار. أكيد، ولكن اليوم يعني ما زالت تحافظ على جزء من دورها الصحافة عندما تحولت إلى الصحافة الإلكترونية. هناك عدد من جرائدنا وصحفنا موجودة إلكترونيا، إضافة إلى الصحف الخاصة أيضا التي تصدر بطريقة إلكترونية لتعوض طبعا غيابة على الساحة ورقيا، ولها دور كبير اليوم تنافس العديد من وسائل الإعلام بتحقيقاتها وبمتابعاتها، حتى أنه أصبح جزء من عملها أيضا يتناول الجزء البصري من خلال التحقيقات المصورة التي تفردها هذه الصحف أو الجرائد. أهمية هذا الدور اليوم الذي تحاول أن تحافظ به وتنافس أيضا وسائل الإعلام الأخرى. نعم، يعني هو الحقيقة معك حق كما تفضلتي، يعني صحيح أن هناك مزايا وسمات للصحافة الورقية، ولكن لا يعني أن الصحافة الإلكترونية سيئة أو غير مطلوبة. لا، نحن بالعكس فرضت وجودها. نحن مطلوب منا أن نواكب العصر وأن نوظف هذه التكنولوجيا أيضا بالشكل الأمثل، لا سيما أن الوسائل الإعلامية الجديدة عموما يعني هي التي أصبحت يعني تختزل الوقت والسرعة في نشر الخبر، يعني لها ميزات كثيرة. اليوم الوسائل الإعلام الإلكترونية تنقل الحدث لحظة بلحظة، يمكن تعديل على الخبر أو في أي لحظة، تخلق حالة من التفاعل مع المتابعين، تحقق تواصل، لذلك تمكنت من أن تكون لديها هناك عوامل جذب كثيرة وتقود الرأي العام. للأسف يعني هي التي تستطيع أن تؤثر بالمواطن، ولكن أي شكل من التأثير نريد، يعني هذا الغزو يعني جعل السمة العامة لهذا التأثير هي سلبية، تخلق الفوضى، تخترق التقاليد والعادات والقيم والأخلاق، حتى ضمن الأسرة الواحدة. لكن أيضا هناك سلبيات كثيرة، يعني هناك تهويل، هناك نشر أخبار كاذبة، هناك عدم نشر الخبر الحقيقي ولا نعرف مصدر هذا الخبر. صحيح. أي مشترك أو أي مواطن له حساب أصبح يصنع الخبر وأصبح ينشر وأصبح يصور وأصبح مراسل، وبالتالي حصلت هذه الفوضى. فلم نحن هنا يعني الآن لم نعرف يعني من هو الصحفي الحقيقي ومن هو المراسل ومن هو المسموح له بالنشر والكتابة. هذه الفوضى لها تداعياتها ولها انعكاساتها السلبية على المجتمع وعلى القيم وعلى تقديم المعلومة ونقل الواقع على حقيقته. ومن هو المصدر الموثوق يعني بالتالي؟ اليوم أستاذ يونس كمان خلينا ما ننسى نذكر أو نتذكر اليوم دور الصحفي الأساسي، يعني فوق لسه دوره وتضحياته وتعبه، أكيد في تحديات وصعوبات هو بيواجهها، ولكن اليوم يمكن الوضع الاقتصادي بيتصدر المشهد عند كل صحفي وأي حدا عامل بمجال الصحافة، بيكون الوضع الاقتصادي في عنده مطالب، في عنده أشياء بده يحصل عليها لحتى يتطور من أدائه أكثر. نعم، الحقيقة مطالب الصحفيين كثيرة يعني كما تعلم، وأنا أريد أن أبدأ من العام، ليست مطالب أو الأمور المطلبية التي تتعلق بمستوى المعيشة وتطيب وتأمين المستلزمات الأساسية. اليوم أنا أعتقد أن القضية الجوهرية الأساسية هي كيف ننظر إلى دور الصحفي في سوريا، من حيث الدور، من حيث التأثير، من حيث الفعالية، كيف ننظر إلى الإعلام، إلى الإعلاميين، ماذا نريد منهم،
وماذا يجب أن نوفر لهم. هذه النظرة يعني مفقودة. لماذا؟ لأن النظر إلى الإعلامي اليوم أنه موظف، أنه موظف لدى الحكومة، وبالتالي صحفي وموظف هذا يعني لا يمكن أن يتيح للصحفي أن يقوم بدوره بشكل كامل وبشكل مؤثر. فيجب أن نخرج من هذه الدائرة الضيقة، ولا يكون الصحفي عبارة عن موظف مطلوب منه أن يكتب أو أن ينقل ما تريده الجهات المعنية أو السلطة للمواطن. لا، دوره أكبر وأعمق وأكثر تأثيراً. لذلك الصحفي السوري اليوم يفني كل عمره لحظة بلحظة على مدار الساعة كل يوم، مهمته أن ينقل، أن يكون قريب من الناس، أن يكون نبض الناس، أن ينقل الحدث، أن ينقل شؤون وشجون الناس. ولكن ما هو المقابل؟ هو راتب موظف مثل أي موظف. حتى طبيعة العمل لم نصل حتى الآن إلى أن يتم اعتبار هذه الطبيعة لها خصوصية استثنائية. صحيح. طبيعة عمل الصحفي تختلف عن طبيعة عمل الموظف. الصحفي لا يداوم من الساعة 8 حتى 2 أو 3 وينتهي، 24 ساعة هو مداوم، وعندما يسمع بخبر معين سواء كلف أو لم يكلف هو ببادر، هو يتسابق مع الزمن كي يواكب هذا الخبر. لذلك المشكلة الأساسية هي الموقف من الإعلام. أكيد نتمنى أستاذ يونس نحن وأنت والجميع أكيد أن يصل الصحفي السوري في النهاية إلى تقدير الجيد اللي هو يستحقه، إن كان ماديا وإن كان معنويا. شكرا لك لوجودك، كل عام وأنت بخير مرة ثانية. شكرا لكم، كل عام وأنت بخير، ومرة ثانية كل الزملاء الصحفيين في سوريا في هذا اليوم الذين يحتفلون الآن في كل المحافظات بعيدهم، كل عام وأنتم بخير. أكيد شكرا لحضورك أستاذ يونس خلف، أمين السر العام لاتحاد الصحفيين في سوريا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا، كل عام وأنتم بخير. شكرا.